الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم حلقة جديدة من حلقات قناة لغتنا الجميلة بعنوان مختارات من تدريبات النحوية، وهي مجموعة من الأسئلة ذات أفكار دقيقة. أول هذه الأسئلة: لآبائنا الذين لم يألوا جهدا في تربيتنا التي نجني ثمارها فضل علينا. فيها سؤالان: السؤال الأول، عين ما يمثل أحد ركني الجملة السابقة، هل هو كلمة الذين أم شبه الجملة في تربيتنا أم الجملة الفعلية نجني ثمارها أم كلمة فضل؟ السؤال الثاني، أدخل على الجملة إن مع إفراد المتكلم والمتكلم عنه. السؤال الثاني، للعلم أحق أن ننفق المال فيه، الخبر في الجملة السابقة للعلم أحق أن ننفق عليه. السؤال الثالث، الجملتان اللتان تحتويان على مبتدأ محذوف جوازا فيما يلي: شاك إلى البحر اضطراب خواطري، أحب الطلاب ولا سيما المهذبون، نعم القائد خالد، من اجتهد في دراسته فلنفسه، في ذمتي لا أقولن الحق. السؤال الرابع، جملة واحدة تحتوي على خبر محذوف جوازا فيما يلي: لعمرك لينتصرن الحق، فتحت الباب وإذا المطر، يمين الله لأشهدن بالحق، كل جندي وسلاحه. السؤال الخامس، أنا آكل طعامي بالحلال، عند تثنية الضمير تصبح الجملة إننا آكلان طعامنا بالحلال، نحن آكلان طعامنا بالحلال، أنتما آكلان طعامنا بالحلال، نحن نأكل طعامنا بالحلال. السؤال السادس، نفس الجملة السابقة مع تغيير حركة واحدة: أنا آكل طعامي بالحلال، عند تثنية الضمير تصبح الجملة إننا آكلان طعامنا بالحلال، نحن آكلان طعامنا بالحلال، أنتما آكلان طعامنا بالحلال، نحن نأكل طعامنا بالحلال. السؤال السابع، لله أجدر بالعبادة، لله الأمر من قبل ومن بعد، إعراب الكلمتين أجدر والأمر في الجملتين، هل كلتاهما مبتدأ مؤخر أم كلتاهما خبر، أم الأولى خبر والثانية مبتدأ، أم الأولى مضاف إليه والثانية مبتدأ؟ السؤال الثامن، إن رجلا فيه خير خير من ألف رجل يعيشون لأنفسهم، اختيار واحد مما يلي صواب: كلمة خير الثانية توكيد لفظي، خبر إن جملة اسمية، أم خبر إن شبه جملة، أم إن كلمة خير الأولى تعرب مبتدأ؟ ما الاختيار الصواب في هذه الاختيارات؟ السؤال التاسع، سمعت أن ذي الحاجة فتألمت، إعراب كلمة ذي هل هي اسم أن مبني أم مضاف إليه أم خبر أن أم اسم أن منصوب؟ السؤال العاشر، إن لدينا نقط كثيرة، التكملة الصحيحة التي توضع مكان النقط: لخيرات وأقوات،
لخيرات وأقوات، لخيرات وأقوات، لخيرات وأقوات. السؤال الحادي عشر، قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. إعراب كلمة المسلمون: مبتدأ، خبر أن، فاعل، نائب فاعل. السؤال الثاني عشر، يقول ابن زيدون: يا ساري البرق غادي القصر واسق به، من كان صرف الهوى والود يسقينا. إعراب كلمة صرف: خبر كان، اسم كان، مفعول به، مفعول به ثاني. وبعد أن استعرضنا الأسئلة إجمالا، إليك الأجوبة تفصيلا. إجابة السؤال الأول: لآبائنا الذين لم يألوا جهدا في تربيتنا التي نجني ثمارها فضل علينا. عين ما يمثل أحد ركني الجملة السابقة. هذه الجملة على طولها في مجملها جملة اسمية لها ركنان أساسيان. الركن الأول كلمة فضل التي تمثل مبتدأ، وشبه الجملة لآبائنا الذي يمثل خبرا شبه جملة مقدم. فأصل الجملة لآبائنا فضل علينا، أما الذين فنعت، وجملة لم يألوا جهدا في تربيتنا جملة صلة الموصول، والتي نعت، وجملة نجني ثمارها جملة صلة الموصول. إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع، لأن كلمة فضل تمثل ركنا أساسيا من ركني الجملة وهو مبتدأ. أما الإجابة عن المطلوب الثاني في هذا السؤال، أدخل على الجملة إن مع إفراد المتكلم والمتكلم عنه، فالإجابة هكذا: لأبي الذي لم يأل جهدا في تربيتي التي أجني ثمارها فضل علي. لاحظ أن الفعل يأل هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وكلتاهما علامتان فرعيتان، أما علامة الجزم الأصلية فالسكون. إجابة السؤال الثاني: للعلم أحق أن ننفق المال فيه. الخبر في الجملة السابقة: للعلم أحق أن ننفق عليه. الاختيار الصحيح هو الثاني، أحق. ربما يختار كثير من الطلاب الخبر للعلم على اعتباره شبه جملة مقدم وأحق مبتدأ مؤخر، لكن انتبه عزيزي الطالب، هنا اللام لام الابتداء مفتوحة، للعلم أحق. ربما يسأل سائل: هل سيشكلها لنا في الامتحان؟ الإجابة لا، لكن مقتضى المعنى العلم أحق، فدخلت لام الابتداء على المبتدأ فصارت للعلم أحق، وذلك من قبيل قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، ومن قبيل قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة. وبالمناسبة لو أدخلنا على هذه الجملة إن لتزحزحت لام الابتداء إلى الخبر وسميت اللام المزحلقة، وتكون الجملة: إن العلم لأحق أن ننفق المال فيه.
إجابة السؤال الثالث: الجملتان اللتان تحتويان على مبتدأ محذوف جوازا، شاك إلى البحر اضطراب خواطري، أحب الطلاب ولا سيما المهذبون، نعم القائد خالد، من اجتهد في دراسته فلنفسه، في ذمتي لأقولن الحق. الإجابة الاختيار الأول والرابع. شاك إلى البحر اضطراب خواطري، كلمة شاك تعرب خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقديره أنا. أما هنا من اجتهد في دراسته فلنفسه، أي فاجتهاده لنفسه، ولذلك اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه جملة اسمية مبتدأها محذوف مفهوم من السياق. أما هنا المهذبون خبر لمبتدأ محذوف على اعتبار ما اسم موصول وهو محذوف وجوبا، نعم القائد خالد، خالد المخصوص بالمدح له إعرابان، مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية خبره، أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. في ذمتي لأقولن الحق، أيضا هنا المبتدأ محذوف وجوبا تقديره في ذمتي يمين أو قسم. إجابة السؤال الرابع: جملة واحدة تحتوي على خبر محذوف جوازا، لعمرك لينتصرن الحق، فتحت الباب وإذا المطر، يمين الله لأشهدن بالحق، كل جندي وسلاحه. الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني، فتحت الباب وإذا المطر، فالخبر محذوف جوازا تقديره منهمر أو ينهمر. إجابة السؤال الخامس: أنا آكل طعامي بالحلال، عند تثنية الضمير تصبح الجملة إننا آكلان طعامنا بالحلال، أم نحن آكلان طعامنا بالحلال، أم أنتما آكلان طعامنا بالحلال، أم نحن نأكل طعامنا بالحلال. الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع، نحن نأكل طعامنا بالحلال، لأن ضمير المتكلم أنا ليس له إلا صورتان، صورة المفرد أنا والجمع نحن، وللمثنى أيضا يستخدم نحن، لكن السؤال لماذا نأكل وليس آكلان؟ لأن كلمة آكل هنا فعل وليست اسم، لذلك الصواب نحن نأكل. أما في السؤال السادس فالإجابة الصحيحة نحن آكلان طعامنا بالحلال، لأن هنا آكل اسم فاعل من أكل. أما في السؤال الخامس فكانت آكل فعل مضارع أصلها أكل، لذلك هنا كانت الإجابة نحن آكلان طعامنا بالحلال. إجابة السؤال السابع: لله أجدر بالعبادة، لله الأمر من قبل ومن بعد. إعراب الكلمتين أجدر والأمر في الجملتين، هل كلتاهما مبتدأ مؤخر أم كلتاهما خبر، أم خبر ومبتدأ على الترتيب، أم مضاف إليه ومبتدأ على الترتيب؟ الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث، خبر ومبتدأ، كلمة أجدر هنا خبر وكلمة الأمر مبتدأ مؤخر. لماذا؟ لأن هنا لله لام الابتداء مع لفظ الجلالة لله، فلفظ الجلالة هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وأجدر خبر، أما هنا لله شبه جملة
في محل رفع خبر مقدم والأمر مبتدأ مؤخر. إجابة السؤال الثامن: إن رجلا فيه خير من 1000 رجل يعيشون لأنفسهم. اختيار واحد مما يلي صواب: خير الثانية توكيد لفظي، أم خبر إن جملة اسمية، أم خبر إن شبه جملة، أم خير الأولى مبتدأ. الإجابة الصحيحة هي الاختيار الرابع، خير الأولى مبتدأ. أما خبر إن فهو لا جملة ولا شبه جملة، وإنما مفرد، وكلمة خير الثانية لا تعرب توكيد لفظي. والإعراب كاملا: إن حرف ناسخ مبني لا محل له من الإعراب، رجلا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فيه شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، وخير مبتدأ مؤخر، وجملة فيه خير في محل نصب نعت لكلمة رجل، وخير خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، من 1000 جار ومجرور، رجل تمييز مجرور بالإضافة، جملة يعيشون لأنفسهم في محل جر نعت لكلمة رجل. إجابة السؤال التاسع: سمعت أن ذي الحاجة فتألمت. إعراب ذي: هل هو اسم أن مبني أم مضاف إليه، أم خبر أن، أم اسم أن منصوب؟ الإجابة الصحيحة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأن كلمة أن هنا ليست حرفا ناسخا، وإنما هي مصدر من الفعل أن يئن أنن، ولم تنون بسبب الإضافة. سمعت أن بمعنى أنين، سمعت أنين ذي الحاجة فتألمت. إجابة السؤال العاشر: إن لدينا نقط كثيرة. التكملة الصحيحة التي توضع في الفراغ: لخيرات وأقوات، لخيرات وأقوات، لخيرات وأقوات، لخيرات وأقوات. الإجابة الصحيحة هي الاختيار الرابع، لخيرات وأقوات. لماذا؟ لأن هذه اللام هي لام التوكيد المزحلقة، وخيرات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. أما أقواتا فمعطوفة على خيرات منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، لأنها جمع تكسير وليست جمع مؤنث سالم، لأن خيرات جمع خير وأقوات جمع قوت، فالتاء أصلية في كلمة أقوات، فلا تنخدع عزيزي الطالب. إجابة السؤال الحادي عشر: قال تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. إعراب كلمة المسلمون: هل هي مبتدأ أم خبر أن، أم فاعل أم نائب فاعل؟ الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول، مبتدأ. كلمة المسلمون مبتدأ مؤخر، خبره شبه الجملة منا، لأن منا مكونة من حرف الجر من، ومجروره نا المتكلمين، وشبه الجملة خبر مقدم والمسلمون مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية منا المسلمون في محل رفع خبر أن، لأن هذه الكلمة أصلها أننا، أن واسمها معا.
إجابة السؤال الثانية عشرة. يقول ابن زيدون: يا ساري البرق غادي القصر واسق به، من كان صرف الهوى والود يسقينا. ما إعراب كلمة صرفة؟ هل هي خبر كان أم اسم كان أم مفعول به أم مفعول به ثاني؟ الإجابة الصحيحة هي الاختيار الرابع، مفعول به ثاني مقدم للفعل يسقينا، والتقدير يسقينا صرف الهوى، فاعل يسقي ضمير مستتر تقديره هو يعود على من، والنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، وصرفة مفعول به ثاني، والجملة الفعلية جملة يسقينا في محل نصب خبر كان، والتقدير كان يسقينا صرف الهوى والودة.